بالقراءة بالبسملة، بالقراءة باسم الله عز وجل، بالقراءة مع عقيدة توحيد الله تبارك وتعالى، بالقراءة بالإيمان بأسماء الله، بمعرفة الله، بالتعرف على صفات الله تبارك وتعالى. لابد أن تكون القراءة لجميع ما أراد الله تبارك وتعالى قراءته من مخلوقاته، فلا بد من قراءة مخلوقات الله تبارك وتعالى تدبرا واستفادة واعتبارا ونظرا وفكرة. لا بد أن يكون التفكر في كائنات في الكون كله وفي مخلوقات الله تبارك وتعالى كلها، فلا بد إذن أن تكون هنالك علوم عالية وعلوم آلية، ولا بد أن يدرس كتاب الله عز وجل بآياته وبهذا الكون الفسيح. لا بد أن تكون قراءتنا قراءة مرئية وقراءة مسموعة وقراءة متلوة، نتلو آيات الله تبارك وتعالى وننظر آيات الله تبارك وتعالى في السماوات وفي المجرات وفي الكواكب وفي النجوم وفي الفضاءات وفي الأرض وفي البحار وفي البر وفي النباتات وفي الحيوانات وفي المعادن وفي كل شيء. لا بد أن تكون تلاوتنا لهذه الآيات وتلاوتنا لهذه الآيات تلاوة متسابقة متناغمة متجاورة تمشيان سويا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهنالك آيات في السطور أو آيات مسطورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهنالك آيات منظورة مرئية مسموعة مدروسة في السماوات والأراضين، وهذه الآيات لابد أن تتلى أيضا، لابد أن ينظر فيها. والله عز وجل يثني على عباده الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويذكر تبارك وتعالى أن هنالك آيات في السماوات وفي الأرض في خلق السماوات وفي خلق الأراضين وفي خلق كل شيء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء أخرجنا به ثمرات ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. في سياق هذه الآية الكريمة عندما ذكر لفظ العلماء فلا يراد بهذا اللفظ العلماء الاصطلاحيون الذين يتخرجون في كليات الشريعة التي يدرسون فيها شيئا من كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب الأصول وبعض اللغة العربية على الطراز القديم من دون دراسة هذا الكون ومن دون دراسة علوم الكيمياء والفيزياء والطب والهندسة والرياضيات وغير ذلك. عندما يدرسون علوما منفصلة بعضها عن بعض فإن هذه دراسة قاصرة، دراسة مبتورة، دراسة ناقصة. هذه الدراسة تخرج علماء شرعيين اصطلاحيين، لا تخرج العلماء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة في ختامها بعد أن ذكر علوم النباتات وعلوم الجبال علوم الجغرافيا وعلوم الحيوانات وعلوم الإنسان، بعدما ذكر هذه العلوم التي نعرف أنها علوم تدرسها الجامعات العلمانية
تدرسها الجامعات التي لا علاقة لها بكتاب الله تبارك وتعالى ولا بسنن الأنبياء والمرسلين، بل إنما تدرس تلك الجامعات هذه العلوم بصورة تفصل طلاب العلوم عن الدين وعن متطلبات الدين، فلا علاقة بالدين أو لا علاقة للدين بهذه العلوم. هكذا أرادوا، هكذا شرحوا، هكذا بيّنوا، بهذا قاموا، فأصبحت العلوم مفصولة. وقد كانت هذه العلوم مفصولة عند اليونان وعند الهند وعند أهل مصر وعند الآشوريين والبابليين والفينيقيين وعند الإيرانيين الساسانيين وعند البيزنطيين، كانوا يدرسون مثل هذه العلوم، ولكن لم يكونوا يعرفون بأن هذه العلوم يمكنهم أن يتوصلوا بها إلى الله خالق هذا الكون، خالق السماوات والأراضين. كانت عقولهم قاصرة، وكانت نفوسهم غير مزكاة، وكانوا بمبعد ومنع عن الأنبياء والمرسلين. أرادوا أن يخوضوا هذه العلوم المادية السطحية فحسب، ولم يريدوا أن يتعرفوا عن طريقها على ربهم وعلى مالكهم وعلى خالقهم. فجاء الإسلام يوجه الناس في الجزيرة العربية وفي مكة المكرمة بصورة خاصة، يخاطب قريشا وغير قريش، يخاطبهم بأن يقرأوا بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يقرأوا كل ما يمكنهم وكل ما يستطيعون وكل ما ينفعهم وكل ما ينبث في هذا الكون. لابد أن يدرسوا كل ذلك، لأنهم لابد أن يستعملوا هذه الأشياء لأنفسهم لمصالحهم، خلقها الله تبارك وتعالى لهم. الله عز وجل خلق هذا الكون، خلق الشمس والقمر والنجوم، وخلق الأراضين والسماوات والفضاءات والبحار، كل شيء خلقه لهذا الكائن البشري. هذا الكائن البشري إنما كلف بأوامر الله تبارك وتعالى لدراسة هذه العلوم بأسماء الله وصفات الله وبمعرفة الله تبارك وتعالى، حتى ترتبط العلوم كلها بهذه العقيدة التوحيدية الصافية النقية، وأن تكون الأشياء كلها مرتبطة بخالقها، فلا انفصام ولا انفصال ولا فك العرى. لابد أن تكون العرى كلها مرتبطة والسلسلة مرتبطة بعضها ببعض، وأن يكون الإنسان يدرس كتاب الله تبارك وتعالى وهذا الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى. بهذا أمرنا أول ما أمرنا في أول تنزيل أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، كانت بهذه الآيات من سورة العلق البداية للانقلاب الجذري العظيم الذي بدأ في مكة المكرمة، ثم اتسع وامتدت ظلاله إلى المدينة المنورة، ثم من المدينة المنورة امتد هذا الانقلاب العلمي التربوي التعليمي الحقيقي حتى شمل الجزيرة العربية كلها، ثم امتد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فأخرج الناس من جاهليتهم وأخرج الناس من فسادهم الذي طم وعم، أخرجهم من هذا الفساد. وإذا بالعلوم كلها متشابكة متمازجة، آخرة بعضها بحجوز بعض، وأصبحت العلوم الدنيوية والعلوم الأخروية والقديمة والجديدة والشرعية والكونية، كل هذه العلوم إنما هي بعضها مع بعض متعايشة تسير بخطى حثيثة نحو غاية وهدف نبيل منشود، وهذه الغاية هي التي تجمع بين هذه العلوم كلها.
هذا هو الانقلاب العظيم الذي بدأ بأول تنزيل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد في الدراسة المرحلية للقرآن الكريم، أو يمكننا أن نقول الترتيب النزولي للقرآن الكريم، أصبح شبه متروكا، بحيث العلماء المفسرون وطلاب العلوم الشرعية يدرسون القرآن الكريم فيبدأون بسورة الفاتحة ويسلون بالبقرة ويسلسون بآل عمران بالترتيب الموجود في اللوح المحفوظ الدائم السرمدي التشريعي الخاص، ولكن الترتيب المرحلي الذي يحتاج إليه الدعاة ويحتاج إليه المربون ويحتاج إليه المعلمون ويحتاج إليه الأنبياء والمرسلون في عهودهم، ثم احتاج إليه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم حتى يعالج كل قضية بالحل الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه المعالجة وهذا التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتم إلا بأن تكون دراستنا للترتيب النزولي دراسة تربوية مهمة جدا، أن نبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى كما